الأعزاء، هذا المنشور يخص فقرة السؤال وجواب، الحلقة رقم 88، جواب تعليقات قناتنا على اليوتيوب. بس توضيح سريع بخصوص رقم الحلقة، فشباب يشوفون انه اكو فرق بالارقام جاي يصير، مو فرق، ماكو فرق، بس عندنا على الفيس دن ننزل على الصفحة مالتنا ودن ننزل على اليوتيوب، فيصير اكو اختلاف بالارقام، يعني اكو طفرات بالارقام، فهو هذا السبب. وأنا ما أقدر أعطي تسلسل عدل باليوتيوب أو تسلسل عدل بالفيسبوك، لازم تسلسل واحد اللي هنا والفيسبوك ولليوتيوب. زين، هسا نبدأ بالتعليقات. التعليق الأول يقول فقرة عرض تغريدة بلابل زينة، قد أنزل بلابل كل دقيقتين أختار. والله هي مو هيك الفكرة، أنا طرحتها بالبث المباشر اللي نزلته قبل 4-5 أيام مال المسابقة. الفكرة إنه اخذ اجمع من عندكم تغريد مقاطع لتغريد البلابل اللي عندكم، مره تكون طور اطوار ومره تكون الاليفات، وهاي المقاطع اخلي رابط يعني حتى اجمعها من عندكم، وهاي المقاطع كلها انشرهن بالقناه الثانيه، على القناه الثانيه راح تكون بطوله مثل التصفيات. نختار من عدة التصفيات، يعني مثلا يصعدون 10 فيديوهات او يصعدون 5 حسب اللي راح يشاركون، اللي يحدد الفيديوهات اللي تصعد تحددها باللايكات، يعني الفيديو اللي يجيب اكثر لايكات هو يصعد للتصفيات، تستمر يعني مسابقات، والاكيد المقطع اللي يفوز يحصل على مخلف جائزة الى مخلف طور، وبنفس الوقت نعرض البلبل مالته على القناة الأولى مالتنا، نقول انه هذا البلبل الفلان فلان الفاز بالمسابقة الأولى. بس اكو شغلة بس شوية جاي ارتبها، اذا نشوف شلون الاساسيات مال المسابقة، وشوية وقتها ما عدنا ضيق حتى ابدي باجمع انزل الاعلان مال المسابقة حتى الكل يشاركون بيها. نثي وفحل من اخر القفص بصف قفص، تظل نثي الزاوف من افتحها بالغرفه لو بالقفص الكبير ما تزاوج الفحل ما يزاوف، بس النثي، ومن يضربها بمنقاره لو يتقرب منها تظل الرف جناحاتها وتصير للعلم. نثي بيضة عندي قبل، هذا الفحل اصغر من عذها بالعمر، بدل الفحل جيب لها فحل حائل كبير. طير مينا انثى ربا وليفه يصير زوجها، ومينا ذكر وحشي يصير زوج لو لا، ما عندي معلومه بخصوص زوج المينا لي هسه، يعني ما شفنا احد مزوج مينا بالاقفاص. بلبل منها سمع تغريد ما يردد وراه، يظل يقمز بالقفص، والعلف الايطالي شلون اقدم؟ العلف الايطالي يتقدم كما هو، لا تضيف لاي شيء، بس هو مباشر خلي الهياب المعلف مالته وراح يبدي ياكل بيه. بالنسبة للتغريد اذا مخلف شيء طبيعي، المخالف اغلبية من يسمع صوت بلبل يظل يخاف ان يروح عنه يجن. شهر اليف من طلع من القفص يطير، وجناحه مو قوي ما متعود على طيران، فمن يطير يضرب بالحائط ويوقع، شنو اسوي؟ اخاف منه طلع برا القفص يصير وحشي. بعد لا تطلعه وما لعبالك انه اذا انحبس يصير وحشي، ماكو هيك شيء، هو اليف ويظل اليف، يعني هسه هو فتره صبغ، من يكمل الصبغ مالته يصير اليف طينه، ولا تطلعه افضل، لان هذا راح ياذي روحه، يعني يصير بيخلع او تنكسر رجله، فماكو داعي بعد تخليه يطلع من القفص. مخاليف وحشيات جاي اسمعها من الموبايل، وانا عندي واحد كبير هم ياثر عليها من يغرد، يعني شنو التاثير؟ يعني شلون ما افتهمتك؟ اذا كان ذاك اليف ابو الصوافير اكيد ياثر، بس انه مخالف وحشيات، المخلف الوحشي بيفت شيء ايجابي وهو انه ما يبو غلط، يعني شويه ذكاء اعلى من الاليف، فلا تخاف عليهم ما عليهم شيء. مخلف عمره 3 اشهر كان ذيله متكسر، وهسه طلع ذيل اسود مطرز بيبي بس هم متكسر، ليش؟ وانا اعطيه فواكه وتمر وحاطة بقفص خشب أرجو الرد. القفص الخشب مالتك احتمال بيه مجاثم 2 قريبات واحد على الثاني، خلي يكون بيه مشتم واحد اللي يوقفون عليه فوق بس واحد حتى ذيله ما يطخ، هي هاي المشكلة، أو احتمال قفصك صغير. بلبل وقع باللزقة اللي نصيد بيها الفار ونشلع نص ريشة بطنه، شنو الحل؟ يعني إذا على شلعة الريش ماكو مشكلة، راح يرجع له ريش من جديد، بس اذا باقي سيكوتين بيه هنا المشكله، حاول تجيب له تراب ناعم مال حديقه الزميج تمسح بيه المناطق اللي صار بيها السيكوتين، هيك شويه قليل كلش حتى بس السيكوتين يطلع ويوقع من عنده، وهو البلبل هم راح يبدي يشلع بيه. اما اذا بس المشكله مال الريش انه نشلع عادي راح يطلع على ريش. عمره تقريبا 2 او اكثر ما ياكل تمر ابد، حتى لو جوعان ولا يخليه بحلقه، مع العلم انه مخليه بقفص ثابت، شنو السبب؟
بعدها ما متعود على الطعم مالته، حاول تخلي له قطع صغيره من التمر حتى يبدي يجربهم ما يخاف من عندهم. ايش قد عمره يزاوج؟ بصوره عامه بلابل هالسنه المخاليف مال هاي السنه موسم الاخ كلهن يجهزه. فحل صدق قبل يومين اليف اشو من امد ايديه بالقفص يخاف منه طلع يختل جو الفراش. هذا ما مخرج يعني ما مطلع عباره القفص هوايه، فصاير عنده مثل الاستغراب انه صاير احنا نسميه اليف قفص. وشغله اللخ كل البلابل او اغلب البلابل الاليفات من تمد ايدين بقفص يصير يخاف. ليش؟ لان ما متعودات على هاي الايد 24 ساعه بقفص، فيشوفوها جسم غريب يدخل القفص فشي طبيعي يخاف. شلون ألقن البلبل نغمة نوكيا بلبل مخلف السابق نص رأسه؟ شغل الهياء يومية مرتين، مرة الصبح ومرة العصر راح يحفظها. مخلف أليف من أخلي نغمش ويظل يترقع بروحه حتى يعور نفسه شنو السبب. كل المخالف يشي خافا من يسمع صوت بلبل. أربع بلابل اثنين صغار واثنين لا مخالف، بس مو من أم واحدة. لا عادي أحطن سوى نفس القفص، لا اعزلن كل واحد بقفص. شلون تخلي البلبل من بس يغرد واتمنى شنو كلمة خشن؟ خشن يعني الصوت خشن او حجمه خشن، اما البلبل بس يغرد ماكو شيء، يعني لازم عنده فترة استراحة ينام ياكل يرتاح، ماكو بلبل بس يغرد. هذا البلبل ياكل بس فواكه وجراد، اسمه هذا الشيء قدمه الى ما ياكل بس الجراد مو دائما، باليوم اربع جرادات ومرات ما اكل علف. واكو توصيل داخل بغداد، التوصيل موجود اتصل. والجراد احسن غذاء، حاول توفر له هوايه اكيد بروتين نقي راح يطيه ضخامه. والفواكه ممتازه كلها فيتامينات احسن مما تطيه بروتين البلد. يصير اخرج البلبل مالتي من اي مقاطع من المقاطع كل ناشر اذا كان المقطع حلو صافي وبعيدة لسان، لو بس المقطع الخاصه بالتخرج لا ماكو مشكله. اي مقطع يعجبكم اسحبوه وسووا له تكرار مثلا مرتين او ثلاثه حتى يصير بتكرار باللسانات وخرجوا عليه ماكو مشكله. مخليهم بالغرفه وطلعهم بس بالاستقبال ماكو مشكله عزيزي، بس لازم تشمسهم يعني ما يصير بداخل البيت 24 ساعه. تحياتنا لك صديقي. أليف طينة مخليه بقفص حديد من عمره اسبوع وهسه صار عمره 4 أشهر، قام يضرب نفسه بالقفص وذيله تكسر. شنو السبب؟ غير القفص، غير القفص بقفص اكبر ويكون القفص مكانه ثابت، لا تظل تحرك بالقفص ولا تستعمل الوان جديده بداخل القفص، يعني هاي المعالف او مال المي ما تكون الوان جديده، تكون نفس القديمه واستعملها الى حتى لا يخاف من عندهم يضرب روحه. بلبل سوى فقرات على التغريده بلابل الزينه، ان شاء الله راح يتم هيك منشور عندنا. هاي الخلطة الجاهزة ديجيتال من شنو مكوناتها؟ مكوناتها من 3 ألوان أعلاف ماليزية هاي المغلفة اللي عرضناهن، وثلاث أعلاف إيطالية هم الثلاثة اللي عرضناهن بديل فواكه بديل الخضار وحشرات بالعسل، يعني مكوناتها كلها طبيعية ومستوردة أجنبية. بلبل من ينبتر ذيلة يطلع مرة ثانية، أكو فحل عندي فوق شهر مبتور ولا دفع، وأكو فحل ثاني مبتور بس حاليا نسل ذيل. التغذية مالتك تعبانة إلهن، حاول توفر لهم فواكه بياض بيض صدر دجاج حتى يدفع الريش عندهن، وخلي مكانهن ثابت لا تظل تغير مكان حتى يأمنن ويطلع ريشن. بلبل صغير مو سيغرد، خلي يصير 4 أشهر 6 أشهر يلا يغرد. يصير أنطي للبلبل بسكت مالح وسميد وبلت وشوفان، شوفان ماك مكاتب، وأثرمهن وأخبطهن وأقدمهن للبلبل. ماكو داعي تثرمهن وتخبطهن، هو السميد ناعم والبسكت المالح بيدك هيك طحنه، يعني مو كلش تسوي ناعم، وقدمه عادي ماكو مشكله الهن. واخبط وياهن مي، لو لا ما يحتاج مي قدمه جاف الهن افضل. اشتريت منك مخاليف وحشيات 4 بعد ما صابات وقسم دقدقات، خالهم بالبالكونه كل واحد بقفص بوحده، وما عندي بلبل طور جاي اسمعهم بالموبايل ياخذ اللسانات الصحيحه بدون خربطة وبتر، لو لسانات غلط وخربطة في وجهه. لا خلي ببالك شغلة عيني أمير، بغض النظر من عندي أو من غيري، المخلف الوحشي بذكاء أحسن من الأليف. المخلف الوحشي ياخذ اللسان وهو يصحح الروحة، يعني ياخذ اللسان هو يكمله وما ياخذ غلط، يعني إذا الصوفر أنت بإذنه للبلبل ما راح ياخذ منك صافورة ولا راح يخربط، حتى لو واحد سمع من الأخ بيناتهن هن المخالف الوحشيات بالعكس هذني راح يحدن، بس حاول لا تخليهن يشاوفن،
يعني خلي بس قواطع بيناتهن حتى الطيور الاداء مالتهن يصعد يحدن الطير يكون قراره انه طير راسه حار احنا نسميه، ما مو طير طافي وما ياخذن غلط ولا تخاف عليه انه راح ياخذن من التسجيل اللي عندك اللي راح تسمع الهيا، راح ياخذن اللغات اللي يفهمها اللي يفهمنها بالاضافه للغات اللي سامعاتهم من امهاتهم بالبساتين. شلون يصير البسكت المالح وشنو فائدته؟ بسكت مالح عزيزي موجود اي ابو اسواق، روح قول له اعطيني بسكت مالح، وفائدته انه هو بروتين يعني يشبع الطير بديل، يعني خلينا نقول بالبلت بلبل صار يمكن شهرين من جبته، بس هو كبير يمكن عمره اكثر من سنه ونص بالقفص ما طلع، بس شلون اعوده ياكل مني واطلع يطير هو كبير من امديدي ياكله بالقفص ويوقف علي ينقرني ويظل يطير. هو هذا اليف عزيزتي يعني ماكو مشكله، بس دائما لا تكمشي حتى لا يخاف من عندك، لمن راح ينكمش البلبل راح يكون يخلق يعني يربط بين هذا الشخص وبين الاذيه، لان هذا مني لزم ينمرض فيصير يتوحش اكثر واكثر. دائما انطي اكل بيدك يكون قفصه ثابت وفتحي له باب القفص، من راح يطلع هو بالبيت راح يفتر ويرجع القفصه، اذا ما طلع تركي يعني بعد ما متعود، وهكذا هيك راح يرجع يصير اليف. نثيه بيضه بدون فحل، اشمر البيضه لو اخليه؟ اكيد تشمرها، شنو فائده البيض؟ لان هذا البيض ما ملقح وراح تنام عليه وتتعب، بس هيك بدون فائده. منين يتكون السميد؟ السميد يتكون من الحنطه، يعني قمح نقي بدون قشور وبدون اضافات، يعني فشي كلش حلو للبلبل لانه يعني بروتين عالي. ما صابغ بصدرش وجاي يصبغ براسه ليش؟ هو بدايه الصبغ مالتهن يطلع براسهن، بعدين على شتفهن، بعدين على بطنهن، بعدين عواشرهن، اخر شيء الذيل. اقدر انطي البلابل السمسم؟ لان احد الاصدقاء قال لي انطيه وما عليه شيء، ما بي اي فائده عزيزي، السمسم بي قشر قوي والبلبل ما يقدر يقشره، يعني من راح يبلعها راح تطلع كما هي بالضروق مالتها، اي فائده ما بي. موجود توصيل، اتصل تدلل كرم. مخلف بعد ما صابغ، يعني نقاط سود قليله براسه، شنو رايك اذا اخرج على الموبايل ينجح لو لا؟ ينجح ان شاء الله، بالاضافه الى هو بطنه لسانات وراح تسمع انت، احنا هذا نسميه زايد خير، يعني راح ياخذ منا ومنا. اثنين بلابل ما اعرف ان ذكر وانثى، صار اسبوعين عندي وهن صغار ما ياكلن الا انا وكلهم، واحد منهم يوقف على رجله وحده ما اعرف ايش بيه، يوقف على رجل وحده هذا معناته مكانه بارد، خليهن بغرفه حاره ما بيها غير بس بنكه، هاي شغله. بالنسبه للاكل احنا ناشرين بهذا الخصوص، حاولوا توفرين لهن دود قبابي طري حتى يعيشن وما يبين النثيه لو فحل، واستمر بتسميعهن، سمعيهم من الموبايل اصوات لا تصفرين حتى لا يخربن عندك. واذا طلع انه غرفته حاره خلينا نقول يعني معناتها رجله مقروصه، هم ماكو مشكله هو يرجع طبيعي. بلبل حايل ساقط ريش قليل منه وياكل ويغرد وصحته زينه وما بشي، كل شيء ما بي هذا غيار ريش موسمي او التلك. بلبل نسيته بالشمس ربع ساعه، شو حركته بطيئه صارت واكله قليل، هذا مثل الجفاف احنا نقول صار بي. اذا تقدر تروح للصيدليه محلول الدكسترولايت مال اطفال مال اسهال، هذا خب طويل ما يوطي حتى يعوض النقص، ولا تخلي قبال مبرده هسه شويه شويه يرجع. بغداد عزيزي ماكو مشكله نطيب بس بسكت مالح، احط زيت الثوم ويا الاكل للبلبل؟ لا مو زين، هذا حار ومركز عالي كتله للطير. مخاليف صارن وحشيات، ممكن تقرا تعليقي؟ ماكو مشكله، هذني صارن وحشيات بسبب صبغ الريش، لانه دي يبدل الريش هاي الفتره، من يكمل صبغ الريش يرجعن اليفات. وقع القفص من فوق الثلاجه وقام يخاف، شو اسوي له؟ من اطبه بايدي يخاف؟ اكيد كل البلابل او اغلب البلابل هسه قلناها من تلمد ايده بداخل القفص يخاف، وخطا تسوون هذا الشيء لان راح تخلي البلبل يتوحش ويخرب. ثبت مكانه، غير مكانه، لا ترجع فوق الثلاجه، بعد هسه هو راح يرجع اليف. قناه الجديده نفس اسم هاي القناه بس بصفها رقم 2. بلبل اليف عمره سنه واربع اشهر ولا مره تلك ريشه، شنو السبب؟ وهسه موسم تلك العام ما ناقص شيء من الاكل وفيتامينات. احتمال ما مامن الطير، احتمال انت يوميا تغير مكانه، ثبت مكانه هسه راح يتلك عندك. تعليقات خلصت لهذا المنشور، شباب اي سؤال عندك اتركه بالتعليق وراح يتم الجواب عليه. تحياتنا.